تحياتي أنساتي سادتي، هذه تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليم. نتواجد في ملعب سانتياغو برنابيو وعلى موعد مع الكلاسيكو الكبير في إسبانيا بين ريال مدريد صاحب الأرض وضيفي برشلونة. أجواء مثالية من أجل مباراة غير عادية يتابعها كل عشاق كرة القدم في العالم. التوقعات كبيرة والآمال عالية وكلنا نريد كرة ممتعة وإثارة من البداية لنهاية هذه القمة بين فريقين عريقين وكبيرين. مباراة خارج التوقعات والمتعة فيها مضمونة. هذه هي تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم. في المرمى يتواجد كورتوا، إيدير ميليتو سيلعب بجوار روديغر في الخط الخلفي، أسينسيوس سيبدأ مع فينيسيوس على الجناحين، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. ريال مدريد يعتبر النادي الأبرز في أوروبا وفي إسبانيا لسيطرته على البطولات المحلية، كذلك هو النادي الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا. صافية بداية تعلن عن حبس الأنفاس هنا في قمة الكلاسيكو الكبير بين الميرينكي والبلوغرانا. توني كروس الاسم الموجود في هذه اللقطة. فرانكي ديون ممتازة التمريرة. عرضية ترسل للقائم الثاني. اعتراض وتشتيت الكرة كان ممكن تشكل خطورة. دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. لا شك بأن تواجد بنزيما يرفع من مستوى التوقعات لدى الجماهير. تتكلم عن قدرات رائعة في التعامل مع الكرة، تتكلم عن صاحب لمسة ممتازة، تتكلم عن لاعب يعرف ماذا يريد الجمهور وكيف يصنع خطورة. هذا دفاع مثالي داخل ال 18. موقف لا يحسد عليه وهو تحت الضغط الآن. الكرة بتروح، أصبحت خطيرة جدا على الفريق. يا سلام، إنقاذ ممتاز من كورتوا. ركنية بتلعب قصيرة. لم تبعد الكرة بشكل سليم. تدخل هنا يوقف الخطورة. كرة خطيرة على المرمى. فينيسيوس جونيور مستحيل، هدف مبكر هنا والكرة في المرمى واحتفالات كبيرة. شوف إعادة الهدف من جديد، هجمة مرتدة كانت سريعة، ثم شاهد الضغط الموجود، لكن لا مشكلة فهذه قيمة الكبار في مثل هذه المواقف. يستهدف اللاعب الجديد والآن البارسا تحت ضغط العودة في النتيجة. روبرت ليفاندوفسكي، الله على التمريرة العالية. يتدخل هنا في توقيت مثالي ويعترض الطريق. شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء. احتراف للكرة بدون تعقيدات. إيدير ميليتاو، كرة مع فالفيردي. ضاعت الكرة من لوكا مودريتش. ديباي، الله على النظره.
عرضية سهلة في يد حارس المرمى. توني كروس، كريم بنزيما، بيكي يتدخل ويستعيد الكرة. يتعرض لضغط كبير الآن. أسينسيو، الحارس كان أقرب للكرة بعد كرة بينية كانت أقوى من اللازم. دي باي، ديونغ، تصل إلى ليفاندوفسكي، ديفيد ألابا بيخلص الكرة. كريم بنزيما، لوك يا مودريتش، ولا مع فالفيردي يبعد الكرة بعد هذا التدخل. رمي التماس بعد تدخل واحتكاك. ليفاندوفسكي، تصل إلى بيدري، اعتراض ناجح لطريق الكرة. فالفيردي يتقدم بالكرة، والتسلل موجود هنا. كان هناك تسرع بعض الشيء في لعب التمريرة، كان يجب التريث بالكرة لوقت أطول قبل إرسالها. ليفاندوفسكي، تصل إلى ليفاندوفسكي، تدخل ويبعد الكرة. خطيرة التمريرة، الله على التصدي من كورتوا. توني كروس يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. فرانكي ديون، تمريرات حلوة وكرات ملعوبة من برشلونة. فرانكي ديون، كرة تصل سهلة في أيدي كورتوا. فالفيردي، ألا مع مودريتش، أسينسيو، تصل الكرة لتوني كروس، كريم بنزيما، ضربة جزاء للريال. فرصة لتعزيز التقدم في النتيجة، وهدف من ضربة جزاء. نشوف الهدف الجديد، نشوف كيف وقف التوفيق إلى جانبه هنا حتى يسجل من علامة الجزاء. لعبة في أقصى زاوية، كادت أن تخرج لولا وقوف القائم بجواره ليساعد على الدخول. ممفيس ديباي، تعود إلى ديباي، ينجح الحارس في التصدي. ركلية في المنتصف، شوط أول ينتهي هنا في ملعب صف. والشوط الثاني ينطلق مع نتيجة تشير لتقدم مريح لمصلحة فريق ريال مدريد. توني كروس يملك خيارات كثيرة،
أسينسيو، ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. سيرجيو بوسكيتس، الحكم يعطي الأفضلية لبرشلونة. ديباي، تعود إلى ديباي، هنا واضح غيابه بمروءة قدم الكرة. كورتوا يتصدى واللعب مستمر الآن. حارس المرمى يخطف الأنظار، هذه لحظته، هذه دقيقته، الله على التصدي أكثر من رائع في اللقطة الماضية. واضح أنه سيكون هناك اختبار جديد لحراسة المرمى هنا. الله على التدخل. ليفاندوفسكي يتحرك بشكل ممتاز لتدعيم الهجوم. كرة عند بيدري والاعتراف في منتهى السهولة بدون أي مشاكل لحارس المرمى. مضغوط عليه في هذه اللحظة. سليم الكرة البينية من كروس. كرة في المرمى الخالي. غياب تام للتغطية هنا وهدية مقبولة. نتابع الهدف مرة أخرى. لا أحد يتواجد للدفاع عن المرمى، الطريق مفتوح وكل شيء سهل هنا. استخدام في اللعب واضح على ما يبدو بأن المرينتي في طريقة للاكتساح هنا. مرت ساعة من عمر المباراة، دخلنا في نصف الساعة الأخيرة. فرانكي ديونغ، ملعوبة إلى ديمبلي. والآن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. جوردي ألبا، الآن مع ليفاندوفسكي. عرضية باتجاه ديون، كرة بتتخلص قبل أن تشكل أي خطورة. كرة عند بيدري، كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. فينيسيوس جونيور، تمريرة ممتازة. تشتيجن يبعدها لكن ما زالت خطيرة. الآن ركلة ركنية. تلعب في عمق ال 18. الخطورة مستمرة بعد هذا الإبعاد الخاطئ. تدخل مميز لاستعادة الكرة. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. ينطلق بكل قوة في مناطق الخطورة. رأسية ملعوبة. الله على التصدي خرافي من حارس المرمى. ينفذ الضربة ركنية بشكل قصير. عرضية سهلة في يد حارس المرمى. الحكم يحتسب تسلل، سنشاهد هذه النظرة الأولى، واضح بأن اللاعب كان على نفس خط الدفاع. ميمفيس ديباي، الدفاع يقراها، يبعد الكرة العرضية قبل الوصول. ضربة ركنية تعني استمرار الخطورة. رأسية ضعيفة بكل أريحية تصل إلى الحارس. فقدان للكرة في مكان خطير، والتسلل موجود هنا
كان هناك تسرع بعض الشيء في لعب التمريرة، كان يجب التريث بالكرة لوقت أطول قبل إرسالها. 9 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، محاولة لكن الحارس يتصدى بكل سهولة. مطالبات جماهيرية بالتسديد الآن. حلو التدخل واعتراض الكرة. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. المباراة تقترب من نهايتها. تقدم في النتيجة تجعل أصحاب الأرض يقتربون أكثر فأكثر من الفوز مع صافرة النهاية. ما قدمه ريال مدريد درس كروي مشاهدين على كافة الأصعدة. سيطرة تامة على مجريات اللقاء، استغلال الفرص، قوة في الأسلوب، فرض كل شيء. كل شيء كان مثاليا حتى اللحظة الأخيرة للملكي. يحاول أن يتقدم في نصف ملعب. يأمل الفريق بأن يستغل هذه الركلة الحرة الخطيرة. بدون مفاجآت يتمكن هنا حارس المرمى من التصدي للكرة سهلة من ضربة ثابتة. دقيقة واحدة فقط من عمر الوقت بدل نهاية المباراة. انتصار وثلاث نقاط من نصيب ريال مدريد. أداء استثنائي اليوم وفوز عريض يجعل الفريق يحقق 3 نقاط بأريحية كبيرة وأفضلية مطلقة في ملعب المباراة. مباراة ممتازة كانت من جانب كريم بنزيما، قدم فيها كريم كل شيء ممكن تقريبا. طار بشكل جيد، كان واضح ايضا عزمه من البدايه على صناعه الفارق، نجح في تسجيل هدفين وساهم ايضا في فوز الفريق. صافرة البداية تعلن عن حبس الانفاس هنا في قمة الكلاسيكو الكبير. الكرة بتروح، أصبحت خطيرة جداً على الفريق. يا سلام، إنقاذ ممتاز من كورتوا. كرة خطيرة على المرمى. فينيسيوس جونيور. مستحيل، هدف مبكر هنا وكرة في المرمى. واحدة فرصة لتعزيز التقدم في النتيجة. وهدف من ضربة جزاء. تعود إلى ديباي. ينجح الحارس في التصدي. سليم الكرة البينية من كروس. كرة في المرمى الخالي. غياب تام للتغطية هنا وهدية مقبولة. تير شتيغن يبعدها لكن ما زالت. الآن ركلة ركنية. الله على تصدي خرافي من حارس المرمى.